تعالوا نروح مع بعض زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. بجد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي كابتننا الكبار طبعا نجوم الصوت التحليلي. مبروك النهارده طبعا فوز مهم لان الفريق المنافس فريق عنيد الحقيقه يمتلك عناصر شابه ويمكن كمان مدعم بشكل كبير، لكن كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مش معنى ان احنا كسبنا 4-0 بطل الاسماعيلي يبقى انت كل مره لازم تكسب، على قد ما ظروف المباراه ومستوى الفريق اللي قدامك الامكانيات معانا عامله ايه، الظروف النهارده عامله ازاي، حطنا في الاجواء وشايف النهارده الفوز بيمثل ايه للنادي الاهلي يا كابتن. طبعا تحياتي كابتن ايمن ودوفو، زي ما انت قلت مش شرط كل مباراه اللي انت تسجل فيها عدد كبير من الاهداف، لكن اهم حاجه المكسب. الحمد لله اعتقد الشوط الثاني اللعيبه اجتهدت وكان في اصرار ان انت تحسم المباراه، الحمد لله قدرنا الحمد لله نحسمها وان شاء الله نركز في المباراه القادمه ان شاء الله. يمكن المباراه الاولى تحديدا مباراه الاسماعيلي يمكن زي ما شفنا محتاجه شخصيه مدرب ومحتاجه شخصيه جهاز فني لان الشكل العام الناس اتلخبطت فيه شويه، لكن الحقيقه بيرسي تاو وميكيسوني وادائهم المميز مع الكوكبه اللي معانا دي الحقيقه كابتن سامي كان ادائها مميز جدا. النهارده شايف الاختلاف في ايه؟ هل نقدر نقول فريق البنك الاهلي قرى شويه الامور الخاصه بينا ولا شايف الاختلاف النهارده؟ لا انت طبيعي طبيعي انت مش هتقدر تلعب كل مباراه بنفس الاداء دوت يعني. النهارده زي ما انت قلت ان هم عملوا كثافه في الثلث الهجومي، كنا احنا بعاد شويه عن بعض في الشوط الاولاني خصوصا لويس وبيرس وقفشه، لكن اعتقد الحمد لله الشوط الثاني رجعنا لعبنا بالطريقه الطبيعيه. يمكن كنا اتكلمنا قبل كده برضو ان احنا الراجل بيشتغل في كذا طريقه عشان برضو لو طريقه اتقفلت تقدر يبقى عندك حلول. اعتقد الحمد لله دي غيرنا طريقه اللعب وقدرنا الحمد لله نسجل هدف الحمد لله. انا عارف ان خلاص يمكن مجرد المباراه تنتهي كابتن سامي بنقفل كل اللي فيها، عندنا مباراه مهمه جدا وهي مباراه الزمالك ليها حسابات خاصه جماهيريا وايضا كمان بالنسبه للجهاز الفني وايضا كمان مع لعيبه النادي الاهلي. التحضير هيتم ازاي للمباراه؟ البرنامج ماشي ازاي؟ وكلمنا على تركيز اللاعبين في هذه المباراه القويه جدا يا كابتن. يعني طبعا مباراه مهمه زي ما انت قلت، مباراه القمه طبعا في اي توقيت بتبقى مباراه كبيره. عندنا تمرين بكره الصبح ان شاء الله، وعندنا ماتش ودي للعيبه اللي ما شاركتش يوم الثلاث، وبعد كده عندنا معسكر ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس، وان شاء الله المباراه ان شاء الله الجمعه باذن الله. السكواد المميز والتوليفه المميزه اللي معانا ويمكن العناصر المتواجده والعناصر اللي جت معانا مديانا امل ومديه الجمهور امل ان الفتره اللي جايه مع التوالي المباراه كابتن سامي الشكل هيكون احسن من كده والاداء يكون احسن من كده، شايف الامر ده ازاي يا كابتن؟ طبيعي لسه بدري جدا، انت بتلعب دوري عام موسم كامل كميه مباريات كبيره جدا يعني، لكن في الاول والاخر انت بيبقى بتلعب خصم، الخصم ده اوقات كتيره برضه بيشوفك بيشتغل عليك ودي حاجه طبيعيه يعني، لكن عندك حلول كتيره وتقدر انت تحل، اعتقد دي حاجه ايجابيه الحمد لله يعني. اعتقد برضه النهارده زي ما انت شفت الحمد لله الشوط الثاني كان عندنا حلول بالناس اللي نزلت، عندنا دكه الحمد لله ما شاء الله كبيره، النهارده برضه حسام ما شاركش وكهربا ما شاركش وعندنا طاهر بره وعندنا وليد سليمان بره، فاعتقد الحمد لله الحلول بتدينا طبعا افضليه وتدينا استمراريه في الاداء، لكن ان شاء الله نركز كويس المباراه اللي جايه، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، ان شاء الله نستعد كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا بالثلاث نقاط ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي بشوف حضور الجمهور ازاي رغم عدد قليل الحقيقه، لكن وحشنا صوت الجمهور وحشنا التحفيز والتشجيع الكبير اللي بنشوفه من جمهور النادي الاهلي، شفت النهارده حضور الجمهور ازاي في استاد الاهلي والسلام؟ اعتقد ادينا دفعه قويه جدا خصوصا الشوط الثاني، يعني مهم جدا جمهور النادي الاهلي دايما بعد ربنا هو الدافع اللي بيحرك اللعيبه كلها وبيدي دفعه كبيره وبتحسسك بقوه، فان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله المباريات اللي جايه ان شاء الله يكون حضور جماهيري اكتر، وان شاء الله جمهورنا يرجع تاني يدينا قوه تاني، وان شاء الله يدينا ان شاء الله روح النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نساعدهم ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا، كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي.